القدس لنا وفلسطين لنا والأرض لنا والكل لنا والله بقوته معنا. أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس صباح اليوم الأربعاء اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران. وقالت حماس في بيان إن رئيس الحركة قضى إثر غارة إسرائيلية غادرة على مقر إقامته في طهران. وفي بيان آخر قال الحرس الثوري الإيراني: ندرس أبعاد حادثة استشهاد هنية في طهران وسنعلن عن نتائج التحقيق لاحقاً. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إسماعيل هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران، كما أن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية صباحاً وكان يقيم في مقر خاص لقدام المحاربين بطهران. من جانبها أفادت وكالة تسنيم الإيرانية أن التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريباً. وأدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشدة مقتل هنية ووصفه بأنه عمل جبان يؤدي إلى تطور خطير، كما دعا الفلسطينيين إلى الوحدة والصبر والوقوف بثبات ضد إسرائيل. وكان هنية في زيارة لطهران للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. الشهادة في سبيل فلسطين، في سبيل الله عز وجل، في سبيل كرامة هذه الأمة، وبالتالي نعم أنا وإخواني أستشعر بهذه المسؤولية. وبالتالي نحن